أهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بالحلقة رقم 24 من الوك ثرو لبلاد بورن. معكم جيمي، يلا نبدأ. الحلقة الماضية قتلنا ميرغوز ويتنيرس، أوكي؟ بعد ما تقتلها في كتير شغلات حتتغير. إحنا فعليا وصلنا على البري إند جيم، أوكي؟ هذا فعليا ميرغوز ويتنيرس، هذا البوس اللي قبل الأخير. زي ما شايفين الوركشوب صارت اون فاير، الدول الوايفو تاعتنا نامت بس راح ترجع تصحى نوريز. هلا الشيء الوحيد اللي ضايل عندنا من المين ستوري هو البوس اللي هو جيرمان. كل الاوبشنال ارياز والاوبشنال بوسز قتلناهم، زي الامجدالا، زي الكين هيرست كاسل اللي هو مارتير لوغاريوس. هلا في كم من شغله بامكانك تعملها قبل ما تخلص الجيم طبعا، او وقبل الدي ال سي. اول اشي هلا فيري جود تايم لو بدك تلعب تشالنج دنجنز، تروح وتبلش تفرم وتلعب وتفوت فيهم لاير باي لاير. برضو هلا فيري جود تشانس انك تبلش تعمل فارمينج. ليش بدك تعمل فارمينج؟ لسببين، السبب الاول انك تلفل، السبب الثاني لو بدك تجيب التروفي انك تلم كل الويبونز بدك حركه 200 الف رون او 200 الف ايكو سوري. فا it's a good time إنك تلفل. بالنسبة للويبونز هذولا كلياتهم ناقص علينا اثنين، واحد بناخده من جيرمان الفاينل بوس، والثاني بناخده من بوس موجود في واحدة من الدنجنز. okay. كمان شغلة بإمكانك تعملها بعد ما تقتل ميرغوز ويتنيرس، تيجي هون تكتشف إنه بإمكانك تشتري بلاد روك. البلاد دروك الوحدة حقها 60 انسايت، اوكي؟ هلا انا اوريدي من بداية الجيم انا اوريدي هون اشتريت وحدة، كان معي 53 انسايت واستخدمت ماد مانز نولج. انا حكيت لكم الماد مانز نولج خلوها معاكم لا تصرفوها، وانا استخدمت بس كم من وحدة. فهون عندي 6 جريت وانز ويزدم، هاي الوحدة بتعطيني 10، فهي بلاد دروك، اوكي؟ هذول 38 مع الدي ال سي. هلا لما نفوت بامكاني اشتري كمان وحدة، فانا اوريدي لوتت وحدة، اشتريت واحدة من هون، فبإمكاني اشتري كمان واحدة او كمان تنتين حسب الدي ال سي قديش رح يعطيني. فاشتري بلاد روك وخليها معاك، شوف اذا في ويبون تاني حاب تلفله. هلا بدنا نحكي عن الروت، عن الفارمينج روت، اوكي؟ بدنا نروح نعمل، بدنا نروح على اشي اسمه فولس دنشن او فولس ديبث. انا اوريدي حكيت عنه هذا بالهيك بس للشرح مرة اخرى. الفولس ديبث هو عبارة عن دبث انعمل بما بشيء يسمى سيف اديتور، اوكي؟ هلا كل دنجن فيها 4 5 6 لايرز، اخر دنجن فيها 8 لايرز فعليا. اللي صار في الابلكيشن او البرنامج اللي اسمه سيف اديتور اخذ هاي الدنجن، اخذ لاير منها فعليا، انعمل عليها كود. فانت صفيت لما تحط الكود هذا بتفوت على اللاير اللي فيها الايتم اللي انت بدك اياه. طبعا هاي ناس بلايرز هم اللي عملوها، ممكن تلاقي الكود هاي كلياتها اونلاين. عشان تعمل هاي الحركة ضروري جدا انك تلعب اونلاين، تلعب اوفلاين ما بتضبط نهائيا، لازم تلعب اونلاين. فعلى سبيل المثال لو اجيت على واحد فاضي هون، اوكي احنا بنلعب اوفلاين حيطلع لك هدول اونلاين سوري، حيطلع لك هدول الاوبشنز، سيرش باي تشالنج جليف، بتحط الكود اللي بدك اياه بيطلع لك الدنجن. من وين بدك تجيب الكود؟ اونلاين ممكن تشوف الويكي، ممكن تشوف الاكسترا لايف، كلياتهم موجود عليهم اوبشنز. فمثلا اللي بدي اعملها هون بدنا نروح نجيب فارمينج رون، اوكي؟ طلع الزاويه اليمين في شيء اسمه تشالس جليف، هذا هو الكود. الكود لهي الدنجن اس ار اي جي زد زد 9 ام، مره ثانيه اس ار اي جي زد زد 9 ام، هذا هو الكود. لو تطلع مكتوب ديبث 1 اكشلي هاي ديبث 4 من هاي الدنجن، اوكي؟ اللي هي توميريان لابيرنث، هاي دبث 4 اوكي مش دبث 1. يعني انت عملت دبث 1 3 لايرز خلصتهم، دبث 2 3 لايرز خلصتهم، و3 3 لايرز خلصتهم، وانت على فايت على الدبث الرابع. بس هون مكتوب 1 ليش؟ لانها فولس دنجن او فولس دبث. فخلينا نفوت هون. هلا اهم شيء في موضوع الفولس دبث انه انت بتفوت الدنجن بتخلصها بتاخذ اللي بدك اياه بدون ما تقعد تعمل فارم لا الماتيريال اللي انت بدك اياه، الماتيريال تبعت الدنجن. لو حكيت لكم كل تشالنج دنجن في لها ماتيريال معين انت لازم تجيبها. اوكي هلا الدنجن هاي احتمال انك تموت فيها كثير وارد،
احنا فايتين هون عشان نجيب فارمينج رون اللي هو تير 3 اير رون، اوكي، اللي هو بعطيك اعلى ايكوز بالفارمينج. اوكي، شغل اللانتب، انا اوريدي جبته للرون بس راح اورجيكم الرون. هذا الباب بكون مسكر، تفتحه بعدين تيجي على هذا الباب تفتحه، تنزل من هون لح يصير عندك مفترق طرق، يا يمين يا شمال، بتروح شمال بعدين اطلع الدرج روح على الشمال، هذا الباب بكون مسكر بتفتحه. هون بالنص في حفرة لا تفوتها، لا توقع فيها، هذا الباب بكون مسكر بتفتحه. فوت هون، انا شفته لانه قلت لك راح تموت، راح تموت. تيجي هون تفتح هذا الصندوق، موست بروبلي راح تموت. اوكي، تفتح الصندوق بعدين اذا متت متت اتس اوكي. اللي بصير هون تفتح الصندوق بتاخذ اللوت، على اذا اللي ممكن يصير معك تفتح الصندوق تموت ترجع تفتح الصندوق بيكون مفتوح تاخذ اللوت، موت او ارجع او اهرب او اقتل الانيميز اذا بدك، بس ما في داعي انا بقول انك تقتلهم. فانت من هون بتاخذ الاير رون. اوكي، كونه جبناه اروح اورجيكم احسن فارمينج روت اللي هو روت الخنازير اللي انا اوريدي ورجيتكم اياه قبل هيك. اوكي، هلا الرونز اللي لازم تستخدمها هون هم في عندك تو بيلز، يا اما تستخدم مون اللي هو مون، طبعا مون تير 3 مش اي واحد، مون تير 3 اللي اخذناه من البرين اذا متذكرين، والثاني تستخدم اير وير. اوكي، هذا اللي بيعطيك تو ايرز، هذا اللي مفروض هلا جبته اللي هو تير 3 من الدنجن، وهذا احنا اوريدي ماخذينه من البيز جيم. البيلد الثاني انك تعمل اير 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 3 ايرز. اوكي، هذا هو البيلد. بالنسبه لهذا طبعا هنتر ما راح يفرق، فيا اما بتحط مون اير اير يا اما بتحط تريبل اير. اوكي، طبعا كونوا الخنازير احنا بنقتلهم بسرعة الاتاك، هذا اشي ضروري، فعشان هيك بتحط مستخدمين الوقت. فعلى السريع ورجيكم الفارمينج روت صح، تيجي هون بتروح على ويت نيرس لوناريوم. اذا انت ماخذ هدول الرونز صح والثلاثة بيجز ماتوا بسرم، راح تاخذ من كل بيج 25000 ايكو. اوكي، فبتيجي من هون تأكد انك مركب الاوجر، نزل مصعد عشان تختصر حالك وقت، ارجع ارفع المصعد. لا تنسى تشتري بولد هانتر مارك، راح تجيب كمية رونز كبيرة، فروح اشتر منهم، هم رخاص حق الوحدة 1200 ايكو مثلا، هذول انساك منهم ما راح يلحقوك. هاي اول خنزيرين جاهز، روح وراه اوجر بسرد 25000 ايكو. ثاني تعال وراه بسرل، هاي كمان 25000 تقريبا، هم 25000. اوكي، بعدين بتروح على الثالث نفس الشيء. اوكي، وبنفس الوقت هذول بتفرم منهم فايلز وش جود، بعدين منهم تعمل هانتر مارك وترجع على اللانتر. يعني هاي 77000 رون بكم؟ بأقل من دقيقة قدرنا نجيب. بدك مرة ثانية؟ هاي مرة ثانية فعليا بأقل من دقيقة احنا قدرنا نجيبها ال 77000 رون. إذا ما قتلته فيسرال راح تاخذ 12000، لانه احنا ماخذين بسبب الايرون في عندك بوستين للفيسرال فعليا، مش واحد، تو بوست. اي 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 مش معقول انتوا تقتلوني بالاخير، مش معقول.
اوكي تعال ورعاد. اوكي 25 بعدين الثاني هاد سو فار ما ضبط. اوكي هاي كمان 25 واخر واحد زي ما شفتوا باقل من دقيقتين مثلا جبنا تقريبا 150,000 ايكو. اوكي فهذا احسن فارم جروث. هلا انا اوريدي رحت عملت فارم قبل ما اسجل. حاليا اللي راح يصير في عندنا الفاينل بوس وفي عندنا الدي ال سي، فانا برايي الشخصي عشان اكون مرتاح نفسيا وانا عم بلعب مينيمم عشان تفوت على الفاينل بوس وعشان تبلش في الدي ال سي بدك تكون مينيمم ليفل 100. خلي هذا موضوع في بالك، مينيمم ليفل 100. فانا اوريدي لفلت اعتقد اني وصلت 105 وهي هذول اللي قتلتهم. هلا راح ارفع الديتاليتي الى 40 مثلا شو بدي يصير. اوكي هلا حكيت بالنسبه للتروفي تاعت الويبونز كلياتهم تشتريهم من غاد، بس في وحده سوري بس بضل لك اثنين، واحد اسمه البيست كلو بتاخده من فولز دنجن والثاني البارير بليد بتاخده من جيرما. اوكي هلا بدنا نروح على البوس، بس قبل البوس بدنا نغير الرونز تاعنا. جيرمان فايت عبارة عن فيسرل، فالرون الأول بدنا نستخدمه أنتي كلوك وايز 15% استامينا. الرون الثاني بلاد رابتشر اللي هو الفيسرل أتاك بهيلك، والثالث كلو مارك اللي هو الفيسرل أتاك بزيد دمجها. طبعا الهانتر. هلا أفضل إشي بالفايت أنا برأيي سينجل هاند أو وان هاند ويبون، يعني ما تحملوش تو هاند. أوكي ويكون معك المسدس جاهز عشان تعمل له باري صح وتعمل له بف بالاركين. اوكي هلا قبل ما تفوت على البوس اللي بدك تعمله بتلعب بلاي ستيشن 4 بتلعب بلاي ستيشن 5 بدك تعمل باك اب للسيف تبعك. هلا قبل ما تفوت على البوس اذا كنت بلاي ستيشن 4 بتجيب فلاشه يو اس بي، تحط اليو اس بي في الجهاز تعمل كوبي على الفلاشه بتفوت تلعب، بس تخلص ترجع تعمل لها بيست بترجعها على الجهاز. او اذا كنت بلاي ستيشن بلس اعملها ابلود على الكلاود، والبلاي ستيشن 5 تعملها ابلود على الكلاود. هلا كثير ضروري انك تروح تعمل الباك اب لسبب. هلا راح نجيب تو اندينجز، هلا راح نجيب تو اندينجز، والفكره انت اي اندينج بتجيبها ما راح يخيرك تو ستارت نيو جيم بلس زي دارك سولز مثلا او زي الدن رينج، لا انت راح يبلش في نيو جيم بلس دايركت وكل شيء انت عامله هون راح يرجع للصفر. حيكون معك الستاتس، حيكون معك الويبون، حيكون معك كل شيء، بس ما عندك اكسس على ولا منطقه ثانيه. فجست ميك شور انك تعمل باك اب. هلا راح اورجيكم كيف نجيب الاندنج الاولى، ما راح اعملها هون، بعدين راح نجيب الاندنج الثاني عشان نجيب الويبون. لا تنسى انك تعمل باك اب. هلا تفوت هون زي ما حكيت معه سايف، معه مسدس، معه بلندر بس، معه بيستول. تحكي معه راح يعطيك تو اوبشنز. اوكي الاوبشن الاول سبميت يور لايف، اذا استخدمته حتجيب الاندنج الاولى، حتكتشف حترجع ينعمل لك ري اويكن وحتكتشف انه هذا كان كلياته عباره عن باد دريم، حلم عن كابوس. اوكي حتاخذ عليها تروفي، بعدين بترجع بتجيب السيف تبعك بتعمل له بيست او بترجع تنزله على الجهاز بتعمل ريلود، بترجع هون تختار ريفيوز. لما تختار ريفيوز راح تقاتل جيرمان فريفيوز، وفي كاتسين راح يوقف عن حيبطل مكرسح. اوكي فبف مش هيك قصدي بف. اوكي هو مؤذي دمجه عالي سريع، واحد من اصعب الفايتس في الجيم هذا على فكره.
بس رول. بس يعمل رول احسن فترة انك تعمل فيها ستن. بس سو فار ما ضبطت معي ولا واحدة، بس راح تضبط ايفنشولي. يلعب هيك حيبلش فيس تو، ابعد عنه. بص مرة ثانية هيك حينفجر. نفس الميكانيكس، حيكون عنده بلس بلس، حينط في الجو وراح يعمل تورنيدو. اخ ممكن تصيرني اهيل شوي. هاي التورنيدو وهيك جيرمان بكون مات. شايفين كمية الرونز اللي معاه، الرونز اللي ركبناها على هيك. اولد هانتر باتش جيرمان راح يموت، راح تبلش في الكاتسين. الكاتسين هذا بتاخذ التروفي بمجرد ما تشوف الكريدت سون، انت هيك جبت الاندنج الثاني. اوكي من هون بتروح ترجع بتنزل الباك اب مره ثانيه، فهيك صرنا جايبين تو اندنجز. هلا بدنا نروح على اللي بعدها. اوكي من هون زي ما حكينا انت رجعت الباك اب، فيتضمن كل شيء رجع قبل ما تقتل البوس. خليني ارجع اغير الرونز. هلا هون في عدة شغلات بدنا نعملها. اول اشي رجع الرونز زي ما كانوا. انتي كلوك وايز ميتامورفيسز 15% ستامينا، بلود رابتشر تير 2 وكلو مارك تير 2. اوكي الفايت نفس الاشي، سنجل هاندد مع المسدس مع الامتي فانتازم شيل. هلا عشان تجيب الاندنج الثالثة، الاندنج الثالثة انت نفس فايت جيرمان نفسه ما اختلف، بس لما تقتله راح يصير في عندك زي فيز 2 او فيز 2، حيجيك بوس جديد. البوس الجديد هذا هو المون بريسنس مون بريسنس. اوكي هذا ما راح نقتله هلا، راح نسيبه لانه زي ما حكيت اذا قتلته خلصت الجيم راح تبلش في نيو جيم بلس دايركت. اوكي فبعد ما نقتل جيرمان ناخذ منه الهانتر باج عشان نقدر نشتري السلاح تبعه، بعدين بنستخدم هانتر بولد هانتر مارك وبنطلع من الفايت. تمام كونه هلا بدنا نفوت على الفايت او على الاندنج الثالثه اللي احنا كنا عم نشتغل نجيب الايتيمز تاعونها. متذكرين ثلاثه ثيرد امبليكال كورد، هذول ثلاثه احنا حكينا في اربعه في الجيم. واحده بتاخذها من الميرجوز نتورس ميرجوز ويت نيرس بس تقتلها تاخذ واحده. واحده بتاخذها من اريانا، واحدة بتاخدها من الاباندند وركشوب، والاخيرة بتاخدها لو عملت كويست لاين فيك يوسفكا ما قتلتها اللي ما كانت موجودة. احنا قتلناها اوريدي، اذا ما قتلتها بتروح تاخد منها واحدة. فهلا بتعملهم يوز. يوز. ممتاز زي ما انتم شايفين صار معي 62 انسايت. هلا بتفوت نفس الشيء، بتحكي مع جيرمان بتقول له ريفيوز، ببلش الفايت. بس تقتله راح يصير في كاتسين من بعدها بستخدم بولد هانتر مارك. احكي معه هانتر يوف دان ويل ذا نايت از ناو يو ويل يو فروم ريفيوز. سكيب الكاتسين بس بسرول.
زي ما حكيت بعد الرول كثير منيح تشانس انك تعمل له ستاجر كثير كبيره. هيك راح يبلش فيس 2 طبعا ممكن هو يعمل لك بسرعه الاتاك. اوكي هيك حينفجر زي ما شايفين عمل لي ستم بس ما لحقني. اخ برضه ضربني الاشي بف هيل هاي ضربة التورنيدو. بطل معي طلق لا 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 ايوه ايوه بطل معي طلق بطل معي شيء اوكي جيرمان مات اولموست قتلني ما ضبطتش معي كثير هاي المره شو اسمه تاخذ اولد هانتر بادج هاي راح يصير في عندك كاتسين هلا الموني بريزنس راح يطلع هلا هون يور كول بامكانك تموت بامكانك تستخدم البولد هانتر بس لا تقتل البوس. ليش ما بدك تقتل البوس؟ حكينا عشان ما تبلشش نيو جيم بلس دايركت راح يجي يحاول ياكلك بس انت معاك 3 ثيرد بلك الكورد وبالتالي جسمه راح يعمل له ريجكت لا انت مش ابني اشي زي هيك. قصة صعبة صراحة جيم كتير حلوة القصة كتير صعبة. كم هذا الفيس 2 من الفايت بدك تعمله هون ركود استخدم هاي 100% ممتاز هذا الحكي. هلا لو تيجي هون راح تلاقي في عندك ما يسمى بالبريل وينها بريل بليد هاي هي هاي السلاح قبل الاخير عشان التروفي. هلا بكون ضايل لنا سلاح واحد السلاح الواحد هذا بدنا نجيبه من فولس ديبث
من دنجن. اوكي فولس ديب الكود تبع الدنجن C76P8SBE C76P8SBE. استخدم هذا الكود راح نفوت على دنجن. هاي الدنجن بس تقتل البوس تاعها تاخذ الويبون منه. الويبون اللي هو عباره عن بيست كلو. اوكي هلا هذا البوس هو عباره عن بيست بوس، فكونه بيست فعنا طريقته تشيزهم. خلينا نحكي كيف عملنا في البلود ستار بيست. اعمل كود ل بانجنت بلود كوكتيل، هاي ما بتلزمنا، خلي البوس معنا. اوكي تمام. هلا من هون امشي دغري بعدين مساك من هاي البوابة، روح البوابة اللي على الشمال راح يكون في عندنا لانترن. اوكي بعدين في سلم، هاي باب البوس. اوكي في سلم في الزاوية الشمال، هدول الانيميز انساهم كلهم، بدك تقتلهم جو اهيد زاوية اليمين. طيب لادر ان ذا فار باك كورنر، وينه؟ مفروض هون في سلم سموير انا مو شايفه. مو هون، هيو سلم، اطلع السلم. اوكي هلا بضلك ماشي، المفروض نوصل على الليفر، المفروض انه هون في هاي الغرفة بالضبط. هيو هون اوكي استخدم ليفر هيك اللوفت. هلا بدك تروح على باب البوس. باب البوس صار على الزاوية اليمين هناك. كل الفولس ديب لازم تكون اونلاين، لا تنسى هاي المعلومة. كود للاخر. هاي باب البوس ضوا. هلا هو هذا صعب، اذا ما بدك تستخدم البنجنت بلود كوكتيل سوريتد ويبون مع فاير شود بي انف، بس انه ليش نغلب حالنا. اوبا هون ميكروان واحدة في بلود، رميت لك بلود. طيب نرمي له غيره ولا يهمك. تعال الزاوية هاي ارمي له كمان واحدة. ما بدك؟ ارمي له وحده هون. اوكي ميل واحدة هون.
استرال. هيك بموت. تاخذ الجيم. شغل اللانترن. هلا بعد البوس تعال هون. الويبون فعليا موجود في البونس روم. البونس روم اللي هي هاي. ضلك اركض لتلاقي غرفة فيها سلم. السلم بعدين هون في بوابة المفروض شي هون. خذ اللوت. خذ اللوت. افتح هذا الباب بعدين افتح هذا الباب. افتح الباب. اوكي في هون بيست. افتح هذا الصندوق تاخذ تروفي انك لميت كل الهنتر ويبونز. اوكي هيك ومنقول لك مبروك على التروفي. اخذت كل الهنتر ويبونز. اوكي تمام هيك بنكون خلصنا البيس جيم وفعليا ضايلنا اخر بوس فقط لا غير. ان شاء الله في الحلقه الجايه راح نبلش من الدي ال سي. اوكي اعتقد الحلقه هاي طولت شوي معلش سامحونا بس الحلقه الجايه ان شاء الله راح نبلش من الدي ال سي. زي ما حكيت لكم حاول تكون مينيمم ليفلك 100 مينيمم عشان تفوت على الدي ال سي. ف زي ما حكيت لكم وصل هذا 40. ان شاء الله موضوع شو اسمه الفولس ديف بالنسبه لكم واضح الى حد ما. الكودات هاي انا جايبها عن الانترنت صراحه فانت بامكانك تدور وتلاقي كودات ثانيه لاي دنجن انت بدك اياها. اذا بدك تعمل فارم لبلود جيم بدك تعمل فارم لاي جيم في لها في لها دنجن بدك تعمل فارم اكس بي ايكو يعني برضو في لها موجود. فاي اشي بخطر ببالك بدك تعمل له فارم بامكانك تلاقي له كود. لحد هون كان معكم جميل. لو عجبتكم الحلقه لايك وسبسكرايب. لو عندكم اي جيم حابين نعمل عليها وقت روح اكتبوا لي في الكومنت ونشوفكم في الحلقه اللي جايه. سلام.